ليس كل شيء نحياه أو نراه يمتلك شروط الانتقال إلى الكتابة، وإنما ننتخب ما يوافق السياق ويشابك الخيال في الحدود الساخنة للثابت والمتغير، حيث الواقع يقع ولا يتوقع، أو يتوقع ولا يقع بالشكل الذي يراه كل واحد منا. كما أن شخصية الكاتب إذا ما أشرقت هنا وهناك فهي ليست سوى مرآة تنعكس على كل الذوات. الكتابة وسيلة للتعبير من ضمن وسائل أخرى قد نمتلكها أو لا نمتلكها، وقد تكون ذات جدوى أو العكس. لذلك أنا في أحيان كثيرة تبدو للكتابة ضعف أو عجز، وأتلمس الهروب من هذا العجز عن طريق الكتابة، وربما تبدو المسألة فيها نوع من الروائية. حينما أتذكر أجدادنا الذين لم يكن لديهم هم، لأن احنا كلنا من سلالات ومن كائنات بسيطة، لأن حينما أجالس الكائنات الأخرى أسمع أشياء غريبة عن حياتهم وعن عيشهم وعن سلالاتهم التي يفتخرون بنا. احنا رجدنا فلاح بن فلاح بن فلاح، كيقول لك راه كان الاخر مجاهد وتقتل في السنة كذا. لذلك نعتبر ما نعيشه اليوم خيالي 100%، وان الذين عاشوا الواقع وكانوا واقعيين هم اجدادنا، كانوا يعيشون بالصمت وبالحياة البسيطة ولا يدركون ان يوما ما سيأتي حفيده، وكلنا حفدة بالمناسبة ليكتب عنهم ويتذكرهم ويدافع عنهم بشراسة، عن وجودهم وعن ذاكرتهم، لندافع عن وجودنا نحن في هذه الحياة. أعتبرها ضعفا، ولكن ما أن أصحو حتى أعتبرها قوة، أن الكتابة قوة وهي ملاذنا وهي مصيرنا وهي التي ستحررنا، إن لم تكن قد حررتنا، تحررنا من كثير من القيود. شرتي لها وشار لها الأستاذ وشار لها الأستاذ أيضا هذه القيود. لذلك نحن ليس هناك أمتع من أن يكون الإنسان كاتبا، لأنه يكتب شيئا يمنح به فرصة ليقرأه الناس. أنا حينما أقرأ لأصدقائي وزملائي وزميلاتي أشعر بهذه المتعة، أنهم يكتبون شيئا يشاركنا ونشاركهم. لذلك في السنوات الأربع الأخيرة كتبت 3 نصوص، كتبت لا تنسى ما تقول وقد نسيته فعلا، وكتبت رسائل إلى صالح بن طريف وجدنا جميعا في المتخيل أو في الواقع، في الذاكرة أو في هذا التاريخ الذي أريد أن يمحى بجرة قلم 4 قرون تمحى من التاريخ ديالنا. علاش؟ لأن بعض المؤرخين ما بغاوش، والغريب هو أن هاد المؤرخين ديال هاد الزمان حتى هما مشاو معاهم في نفسه 4 ديال القرون، وتجد يوم واحد لا يمكن أن نفرط فيه، ساعة واحدة من تاريخنا، فبالأحرى 4 قرون. لذلك كتبت هذه الروايات، ولكن بغيت نقول لكم بأن في كل روايات أو هذه الروايات كنت أكتب نصوصا منذ 2012، نصوصا وأنشرها، لا أسميها قصة لأن لا أكتب، لا أستطيع أن أكتب القصة، نصوصا هكذا حرة. وبعد ذلك أجد نفسي أن من تلك النصوص هي الخميرة التي كتبت بها هذه الروايات. لذلك اليوم سأقرأ نصا من هذه النصوص الذي كان خميرة لهذه الرواية، أريد أن أتقاسمه معكم. ما سأرويه لا أرى أصدق مما سأرويه لكم الآن بالأمس، وهو مثل اليوم ولكن ليس مثل باقي الأيام. دعاني صديق لي اسمه صالح، ممن يحب إحياء حفلاته مختلقا لها مناسبات متنوعة وأحيانا عجيبة، ولم أشأ خذلانه هذه المرة كما فعلت في كل المرات السابقة،
منذ فترة تدنو من 4 سنوات كنت انقطعت عن حضور حفلاته، ولكني اشترطت عليه بمناسبة استئناف عودتي استقدام أصدقائي 5 معي لاستكمال اجتماع ضروري ضمن جمعيتنا أو خليتنا. هاد خليتنا غادي تسطر عليها أيضا أكيد، لأن نريد منه أن يسفر عن قرارات حاسمة تتعلق برأينا في كل ما يجري دفاعا عن الحياة التي نحبها. وكان علينا استكمال النقاش حتى أتمكن من كتابة البيان الذي تأخر طويلا منذ آخر مفاوضاتنا ذات فجر ماطر من شهر نوفمبر، حينما قرر جدنا صالح بن طريف الاختفاء ووعدنا وعدا حقا بعودته لكتابة البيان بالبيان. وصلنا بعد هبوط الظلام الأول، فنزل هذه تهي الأول غادي تكتب عليها شي حاجة الظلام، فانزوينا في ركن قريب من البيت الواسع نناقش، وقد بدأ صوتنا باطنيا مهموسا ثم تحرر فصار شائعا عالميا، صوتنا بلغة خارج اللغة. كنا متحلقين نحن الخمسة حول مائدة من خشب العرعار الأحمر، لم نترك عليها كؤوس الشاي والقهوة حتى لا تنضلق فتبلل أرواحنا المشتتة. أما بقية البراحي فهو فضاء واسع تزينه مربعات رخامية صغيرة ذات ألوان خضراء وزرقاء، يطوف فيها صاحبي صالح المنشغل بخدمتنا وبخدمة سمير، وهو صديق آخر من تلك الجهة أعرفه مثلما أعرف نفسي، فلاح ليبرالي منفتح على الحياة وعلى اليقين المطلق، يعتبر على عكسنا أن الزمن هو نحن وقد تشتت وتاه فينا. فيما كنا نواصل نقاشنا كان صالح وسمير يجلسان بجوار مجموعة فنية يرأسها شيخ ما زال شابا ولكنه خطير في لعبه الفني بكمنجته، يقود 6 فنانات شعبيات من بنات القمر كأنهن كحل الحياة في مثل سن شيخهن الشاب، يلبسن قفاطين مزدوجة تقليدية ثقيلة ومحلولة باستثناء واحدة منهن تلبس لباسا عصريا خفيفا بلون السماء في صفائها، يبرز فتنتها المتقدة اسمها ميرا. وما أن شرعنا في نقاشنا الثوري حتى انطلق طربهن العروبي يمخر عباب النفوس بعيوط مرساوية وهي تمهيدات مغرية لما سيأتي من تشكيلات حصباوية وزعرية، فكنا في مجموعتين نسير بشكل متوازن، نحن في زاويتنا هناك نستكمل نقاشنا حول القضايا، قضايا أمتنا وبلدنا، وكأننا نخطط للثورة الأخيرة قبل قيام الساعة، وهم في الجهة الأخرى شرعوا في الطرب دون انتظارنا يرمون كلامهم من صدورهم الساخنة. فشعرت أن أصواتهن كانت مثل حب الرمان، فتمنى ولدبويا في خاطره الخرافي لو كان ديكا ليلتقط الحبات حبة حبة أو يمزق السماء بصرخة لا تنقطع. كل فريق في عالمه غارق بطريقته التي يراها مفيدة في تلك اللحظة، بقلب واحد وأصوات مختلفة أو صوت واحد وقلوب مؤتلفة. فمع رفاقي نخوض نقاشا جديا عن الهاوية التي نحياها بطريقتنا، وكل واحد في هاويته الصغيرة، ولا بد من استعادة دورنا التاريخي في المجتمع، ولنكن في البداية مع البروليتاريا العاملة في كفاحها الخرافي ضد الدناصير. وشعرت بالقلق ثم بالسعادة في آن حينما حاولت تذكر أسماء الدناصير فلم أستطع، ومن حين لآخر كنت أسرق النظر والسمع
من الحفل الفني المجاور لنا. وفيما ميرا شاردة عن سربها تلاعب جسدها بشوق حاسم، كانت الفنانات بنات القمر الخمس في خط طولي حول شيخهن وشيخنا جميعا، وصالح وسمير أيضا بقفاطينهن المحلولة على كعوب ساخنة في هذا الجو البارد يراودن الحياة بتعبيرات يلتقطن ظلالها مما في خزائن الغيب بعيدا عن حرائق الكلام الذي كان يدور بيننا. وبعد مرور ساعتين أو أكثر مرت مثل ثانيتين شرعنا في التخلص من القفاطين الثقيلة مكتفين بالخفيف فقط، فالغناء والرقص والنقاش الحارق ألهب الجو حرارة والليل لباسا فلم نحتمل. وقد رأيتهن فراشات يتحركن بالشوق فيما كنت ورفاقي قد وصلنا إلى هاوية الهاويات، وتذكرت أسماء الدناصير فتعرقت بعرق مختلف مذاقه. وحينما رآني صديقي صالح قام ودعاني للغرفة الأخرى لاستبدال ملابسي الرسمية وارتداء الفوقية التي أحملها دائما في أصفاري. لا أدري ماذا وقع، أنا ديما عندي الفوقية والجلالب راه عارف شو غادي في السيارة ديالي، ولا أدري ماذا وقع حينما عدت وجلست لمواصلة الاجتماع. أحسست بارتياح كبير كأني نسر رشيق يتحسس مخالبه للانقضاض على طرائد تفوق عدد أصابع اليد الواحدة بضربة واحدة. لباسي الواسع بصدرية مفتوحة واتساع كاف منحني حرية إضافية. ورغم ذلك حينما جلست ارتبكت وأنا مشدوه من سمير وهو يقوم بعدما اشتد عليه الحال ليرقص بجلبابه وسط الفراشات بشكل خفيف في البداية، أو ربما أني أوهمت نفسي بالارتباك الذي يشعرني بمذاق التأهب. انتبه الرفاق لارتباكي فالتفتوا، ولكنني واصلت تحليل الواقع العميق تحليلا جذريا بحماس أشد، وكأن الثورة بين يدي أتلمس وجهها الساخن بفائض عطف، فخشيت أن تفلت مني أو تضيع كما ضاعت منا كل الثورات المغدورة السابقة. وقلت بالحماس الذي ألهمني نظراتي لميرا التي كانت تتلوى: أيها الرفاق، قد تجدون في الاندماج مع العمال والفلاحين تجربة مؤلمة وشاقة عن تلك الإقامات الأرستقراطية الممنوحة في أوروبا من أجل أن تفكروا بأفكار ناعمة الملمس وشبقية، أو في المسافات المشروفة المفروشة نحو النياشين والجوائز. إن الارتباط بالجماهير هو التغلب على الانتهازية والتشاؤمية والانبطاح وفقدان تلك الحرارة الطبيعية. ارتباطنا هو ما يمنحنا القدرة على ارتياد منابع الإبداع المتصل بالحياة. كنت أتكلم وأنظر وأسمع وأفكر وأكتب وأحلم وآكل وأشرب وأحيا وأموت وأنام وأستفيق وأقوم وأجلس وأحسم وأتردد في آن واحد، بينما يزداد رقص سمير اشتعالا وهو يرمي بنظارته في كل مكان قبل أن يحس بالعرق يتصبب منه كما وقع للفراشات في البدايات، فيتخلص من جلبابه يرميه بجوارنا مواصلا مراقصة بنات القمر بشكل فردي وجماعي وهو ينظر إليهن مثل ديك على الأرض أو نسر في السماء. وصلت حديثي بصوت مرتفع لا يعلو على الحفل بنفس الحماس الذي يواصل فيه سمير نشيده وقد بلغ مقاما عاليا، فشرع يضرب الأرض برجليه عاقدا يديه خلف رأسه في تناغم غريب مع جرات الشيخ الإمبريالي وأناشيد الفراشات المتحرقات. في نفس الآن واصلت حديثي والضرب بيدي
على الطاولة. ويحكم أيها الرفاق، هذه ساعة أخرى لا مجال فيها للشك، ساعة اليقين بين الأرض والسماء، ساعة لا يخلف فيها الميعاد، ساعة أن نكون أو لا نكون، ساعة نبحث من كان مختبئا فوق السقيفة أو تحت مائدة العشاء الأخير أو في الجبل. قلت في نفسي وأنا أتحدث إليهم عن صعوبات المرحلة الآتية والقادمة، أفكر في شيء آخر لا أذكره، وأتأمل صديقي سمير الذي تخالط خاطره بخاطري، وأنظر إلى رقص الفراشات وهو يزداد رشاقة وحضورا. أيها الرفاق، متى تقوم الساعة حتى نعيش زمننا أو نموت؟ تقدمت تلك التي لم تكن تلبس لباس الأخريات، ميرا رشيقة مثل مهرة بيضاء ضاع فارسها، صوتها يهتك الحجب كأنه حناء ترمي به آخر الثوار في ساحة آخر معاكنا مع الزمن والموت. كان صوتها يمزق شغاف قلبي وقد ازداد حماسي، وأنا أقول بتناوب مع المشهد المركب من صورتنا في الركن وصورة صاحب الآخر وهو يرقص في مقامه العالي، وصورة الفنانات والشيخ وغنائهن، ومن وسطه تصدح المهرة وقد بللها لذاذ صوت متطاير بكلام شاعري. كانت قريبة مني وهي تخاطب روحي، حنت علي فأسكرتني أنفاسها، وتخيلتني مثل ناسك أسقط ورعه في النار ليستدفئ به. استعدت صوتي وأنفاسي ثم واصلت كلامي مع رفاقي، أقول لقد انتهكوا الحرمات ونشروا الظلمات وقطعوا الأقوات وجعلوا الأحياء أموات. أيها الأصدقاء، نحن وإن طال الزمان لا بد أن ننتصر، كل القيود الظالمة لا بد أن تنكسر، إنا حلفنا القسم في الأول والأخير ألا نخون هذا أو هذه الجماهير. وكانت المهرة النافرة ميرا مثل الجماهير المنطلقة، قد نظرت نحوي وابتسمت كأنما فهمت قصدي المقصود، وعادت تصيح بأعلى صوتها بكلام شاعري: آه يا ولدبويا رجالة العالي ميلو حال مزين حيك لابس محبوبي أم حبوبي طويل الغيبة واش الكي برد نارو على منعاري على كل مخويت بلادي. وبدوري عدت أقول بترادف الحافر على الحافر: لا تيأسوا، سنحمل الصخرة من جديد ونطلع الجبال لنتطهر، لا يهم أن ننظر مرة أخرى أو ننتظر مرة أخرى قرنا أو دهرا ثم نعود، فنحن وإن طال الزمان سننتصر. وعادت تترنم عاليا وصاحب سمير يدك الأرض لتستوي: هذه أرض الخطيئة التي نحب التطهر فيها، هل يستطيع البكاء أن يبرد ناري وهي تحرق فؤادي؟ تعال أيها الحبيب ذطرني حتى أذوب فيك ونصبح واحدا أو لا أحدا. وزدت متحدثا بحماسة لا معهودة بأن الفجر في قلوبنا وبين جفوننا، فلنسرع للوصول إليه. وفي لحظة الله وحده يعلم أنها مقتطعة من تلك الساعة التي ستقوم إثرها القيامة، استبدلنا الأدوار في حركة غائبة عن التفسير. لا أعرف أمن تعب أم هي الحياة هكذا، لا فرق في الطريقة التي ننظر منها إليها. هكذا وبدون اتفاق جلس سمير في الزاوية التي كنا نجتمع فيها بعدما التقط حيكه وهو يتصبغ عرقا ودهشة، فتحلقت الفنانات حوله قعودا وخشوعا، وصار مباشرة يحدثهن بكلام أشبه بكلامي الذي كنت أحدث به رفاقي: ها نحن قد استبدلنا الأدوار والأمكنة، فقمنا وقوفا نرقص ونغني، ومعا المهرة البيضاء بعينين لهما لون عسل جبل البركان التي استمرت ترقص في سكرة الحياة
لا مبالية بالأدوار المنفلتة المتقلبة، فهي الوحيدة في هذه الصورة المرئية والظاهرة التي لم تستبدل دورها. دنوت منها مثلما دنت مني، فهممت أرمي يدي اليسرى على كتفها بعدما فقدت توازني، لولا أن رأيتني أسمع دوي سقوطي قبل أن أسقط. وتلك واحدة من كرامات الثلاث. في تلك الهنيهة التقطت أذني وأنا أضحك من سمير وقد تحول إلى أول الثوار يقول، قال لهن: لقد عم الفساد في البر والبحر وفي العباد، ولا منقذ لنا اليوم في هذه الدنيا الفانية مما نحن فيه إلا معجزة، وهذا من المعجزات قد ولى وفات بعد وما العمل. ثم رأيته يلتفت للمهرة مشبها إياها في تأويل سريع وسهل ومباشر وفاضح وقاس وبليغ وعسير وشيق وشاق وعال وعميق ومفتوح مثل صدورنا ونوايانا وأحلامنا وأكفاننا البيضاء التي ندفنها ليلا ونلبسها نهارا. قال مشبها بدون أداة أو وسيلة بأن المهرة هي الجماهير التي سقطت في شرك أهل الإثم والفجور ورفضت أن تكون من التائبين. كان جسدي الفاقد لتوازنه قد تدلى وأنا ذهل مما سمعت، فرميت يدي متشبتا بهذه الجماهير ذات العيون المقتطعة من آخر شفق للإنسانية، فعانقتها بحرارة ولامست يسراي جسدها، فتقطع بعض من ثوبها الخفيف والشفاف من جهة الكتف. آنذاك برز نهدها الأيمن الشديد البياض وقد رسمت عليه صورة لي بلون الحطام، استعار وهجه من لون حايك بطل موس. عدت أرى المشهد فأخفيت وجهي الأسمر على البياض البض بكفي وقد مسني ما مس الحياة قبل هبوط آدم، فاستنهضت نفسي من نفسها وشرعت في الرقص مع الجماهير وكانت تتلوى بين روحي وأنفاسي مثل نشيد ثوري كاسح للمشاعر، ونحن في تشابك التقي بتقواه والدعي بدعواه والنبي بمعجزة، فلم أعد أبصر أو أسمع أحدا، فقط نفسي ونفسها، رقصي ورقصها، لوني ولونها. وبعد زمن نظرت إلي مندهشة من شلال العرق الهابط مني ومن رؤيتها كيف خلعت الدنيا الفانية من نفسي ورميتها ورائي، فقلت لها وأنا أسحبها إلي: دعيني أغتسل على أرض الخطيئة، هذا ليلنا طويل وأبدي. في زاويتهم استمروا يناقشون الزمن وهم لا يعرفون جوابا عن سؤال كل جيل: هل يقاس زمننا بالأيام والسنوات أم بالدم والحسرات؟ تركتهم وقد تبددت أصواتهم، فلم أعد أسمع إلا رقصي ورقصها على أرض امتلأت بالخوف والهزائم، وأنا لي أن أدفن كل شيء الآن. ثم شرعت والجماهير البيضاء بصوتها القاهر نتلو نشيدنا، لنا لقاء غدا سنأتي ولن نخلف الموعد. وشكرا. عميق الشكر.